السلام عليكم طلابنا المقبلين على السادس، واللي دا يسأل على الدورة الإلكترونية للغة الإنجليزية، هذا الفيديو إلك، أوضح لك تفاصيل الدراسة الإلكترونية للموسم القادم 24-25. وياكم الست إخلاص أكرم مهدي، مدرسة اللغة الإنجليزية في ثانوية المتميزين الخضراء بغداد الكرخ. طبعا مقدما أحب أقول لك الله يعينك على السنة اللي دا تنتظرك، اللي هي راح تكون سنة يعني السادس، تعب على الطالب وعلى أهله ولود. بس أول شيء أنبه عليه، إذا نظمت وقتك ونظمت جدولك وما تكاسلت من البداية وما اعتمدت على كلمة بعدين بعدين بعدين، صدقني تحقق تتمنى. الحمد لله عدد كبير من الأوائل على العراق هم من طلابي، سواء الحضوري أو الإلكتروني، بس صدقوني السر بنجاحهم وإنه يجيبوا هميات، صدقوني هو تنظيم الوقت، إنه ما يبذرون وقت، طلاب حريصين، وهذا الشيء الفرصة توها بيديكم. صدقني إذا نظمت وقتك بشكل صحيح، الفرصة بيدك تخلي يصير طموحك أن تكون الأول على العراق إن شاء الله، وتوفيق من رب العالمين. الفيديو هذا طلاب هي إجابة لتساؤلاتكم عن الدورة الإلكترونية القادمة 24-25. الحمد لله كان نجاح غير متوقع للدورة الأولى اللي كانت العام الماضي، درجاتهم بالامتحانات من أصحها فوق التصور كانت، ومع أنه مدارس أكو تعبانة، أكو مدارس بالأطراف، وما شاء الله على أجوبتهم، وين ما يكون الطالب إذا يريد يجتهد يقدر يرتب أموره. نيجي نحكي على شغلنا اليوم. طلاب الدراسة راح تكون على منصة العراق أكاديمي مثل الآن. كارتات الشحن للمنصة تقدر تاخذها من أي مكان بالعراق، وكلائهم موجودين بكل مكان. أكو رابط قناة تليجرام، أي طالب يريد يشترك بالدورة الإلكترونية أو حتى يكون عنده معلومات عنها، الرابط موجود تحت الفيديو بالديسكريبشن بالوصف. هذه القناة هي راح تواصل وياكم عليها منا إلى أن تبدي الدراسة ب1/6، فأي طالب يريد يشترك بها أهلاً وسهلاً. نجي نحكي، حكينا على المنصة عراق أكاديمي، كارتات الشحن تقدر تاخذها من أي مكان. الملزمة، الملزمة ما صادرة بأي مكان حاليا، ملزمة السادس اللي راح ندرس عليها السنة القادمة واللي راح تكون على الشاشة، هي وياها دفتر واجبات رهيب، ماكو طالب سادس ممكن يستغني عنه. دفتر الواجبات يعني بكل ثقة أقولها، بعمل أكثر من 28 سنة بالتدريس، أقول لك إنه هذا الدفتر يحتوي على أسئلة الوزارية. شلون ما تكون دفتر الواجبات مالتنا بعد مصادر، هاي أول سنة دا أشتغله، حتصدر الملزمة ودفتر الواجبات من مكتب الطابعي فقط، من وكلاء تقدرون تأخذون الملزمة من وكلاء مكتب الطابعي في جميع المحافظات. وأنصحكم أنه حاولوا تحجزون النسخة مالتكم قبل 1/6. أقرب مكتبة عليكم تسألون وكلاء طابعي منو عندكم، تحجزون النسخة ودفتر الواجبات حتى من تبدي الدراسة وتبقى تدرس والملزمة ما موجودة جوا إيدك. اتفقنا؟ هاي شغلة هي ودفتر الواجبات، طبعا ما نستغنى عن أي شيء بيهم. هاي انتهينا من المنصة وانتهينا من دفتر الواجبات والملزمة، قلت لك حصرا من الطابعي، ماكو غير مكان وما صادرة، ترى الملزمة راح ندرس عليها ما موجودة حاليا، ما بعدها ما طلعت من الطباعة جديدة. ومثل ما قلت لك هي راح تكون اللي على الشاشة، امتحاناتنا وشغلنا كله عليها هي ودفتر الواجبات. طلابي مثل العام محاضرتين بالأسبوع، نهاية كل محاضرة أكو امتحان إلكتروني، أكو امتحان حضوري نهاية اليونت، أكو مراكز امتحانية بغداد كرخ ورصافة، بس ما مهيئة لحد الآن بالنسبة للمحافظات بصراحة، أكثر المحافظات العام امتحنوا يمي إلكتروني، بس أكو طريقة نرتبها نضمن نزاهة الامتحان. تجي ترسل الأسئلة على معرف معين راح نعطيك إياه على القناة والتليجرام، تجيك الدرجة مصححة وبعدين أنشر الأجوبة النموذجية على قناتنا. فإحنا الآلية جدا مرتاحين بها، اللي هي محاضرتين بالأسبوع، امتحان إلكتروني بعد كل محاضرة بوقت محدد يكون مفتوح. يعني المحاضرات أهم شيء بالمنصة أنه تبقى عندك تراجع عليها طول السنة، يعني إلى يوم الامتحان تقدر تراجع أي موضوع المادة عندك. نجي على نقطة كلش مهمة، احنا مدرسين الانجليزي نعاني منها والطالب ايضا يعاني منها، وهي اكو تفاوت من تقعد انت ويا مجموعة تدرس، اكو تفاوت بمستوى الطالب باللغة الانجليزية، ما نختلف على هذا الشيء. اكو طالب بالنسبة الى اللغة الانجليزية هواية يحبها ويفتهم، اكو طالب مشكلة بالنسبة الى اللغة الانجليزية وعنده بطء بالحفظ، صعوبة بالحفظ. زين انا سادس ست، انا اريد 100، شلون اضمن هذا الشيء لكلا المستويين؟ الطريقة الوحيدة الناجحة هي أنه أفصلهم. إيش راح تسوين يعني ست؟ يعني أكو السنة ولأول مرة دورتين إلكترونية،
يعني تسجيلين، يعني هو التعب عليه بس مكسب كبير للطالب. شلون تسجيلين؟ راح تصير القناة عفوا المنصة مال العراق أكاديمي، من تدخل على إخلاص أكرم هتلقى أكو مكتوب اللغة الإنجليزية السادسة إعدادي. هذه لكل المستويات، الضعيف القوي اللي يريد يحفظ على كيفه، اللي يريد شوية شوية يحفظ مو على السريع، هذه إله سواء كان مدرسة المتميزين أو مدرسة اعتيادية، بس يريد يحفظ على كيفه ويريد واحد يحفظه ويا المادة شوية شوية. أكو دورة أخرى خاصة بطلاب المدارس المتميزين، كلية بغداد، مدارس دولية، عندي بغداد هسه بالحضور كل شغوية طلاب من مدارس دولية ثنائية اللغة، يعني حتى اللكنة مالتهم إنجليش، يعني مستخدم اللغة الإنجليزية بحياته كنمط حياة مو استخدامه للغة يومي. هيك طالب صعب تقعده، يريد 100 وراح يوقع ما يجيب درجة كاملة ترى إذا ما يتوجه صح. طالب اللي ممتاز باللغة الإنجليزية إذا ما يتوجه صح على منهج السادس وعلى الأجوبة الوزارية ما يجيب درجة كاملة. فش سويت؟ انفصلنا، صرنا أكو قناة عامة لكل المستويات، كل من يريد يحفظ على كيفه، وأكو قناة مو قناة هي يعني خانة بالمنصة للمتميزين. هل معناه بس مدارس المتميزين يسجلون بها؟ لا أبدا. أي طالب يقيم نفسه بمستوى إنه هو فوق الوسط باللغة الإنجليزية يقدر يشترك بقناة المتميزين، مو شرط يكون مدرسة متميزين أبدا، بس يشوف نفسه جيد باللغة الإنجليزية يقدر يشترك بها، واللي لا يقدر يشترك لي بالقناة العامة، هي راح تكون خدمة يعني ما حد سواها قبل بمنهج اللغة الإنجليزية، إنه تدرس مرتين على مستوى اللي يريد يحفظ وياك شوية شوية وعلى مستوى عالي من الطلبة. طبعا هذا الشيء فكرت به لأن شفته هو الحل الأنسب لتدريس اللغة الإنجليزية عندنا هنا بالعراق، أنه أفصل المستوى حتى الثنين يحققون أعلى درجة. إن شاء الله تكون سنة سهلة عليكم، ولو هي مو سهلة منها سأقول لكم، بس إن شاء الله تكون سهلة والله يوفقكم إلى أن يخلص هذا السادس المتعب على الأهل وعلى الطالب. ومثل ما قلت لكم تواصلنا رح يكون إن شاء الله على قناة التليجرام الموجودة أسفل الفيديو.